سيدي أرطغرل، أنا أقسم بشرفي بأن الانتقام لك سوف يكون من نصيبي أنا، وسأدخل فاسي هذا في رأس من غدر بك، وأقسم أنني لن أهدأ حتى أنتقم. لن نهدأ حتى ننتقم. أتيت من أجل حق الجار، تعزي لكم. السيد أرطغرل كان محاربا بطلا وقائدا مجيدا، جميعنا حزينون عليه. اعلموا أني سأكون بجانبكم على الدوام. شكرا لك. يا رب. الله أكبر، 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 الله أكبر. أنا آمل أن تتبع الدولة السلجوقية سياسة تخفف التوتر في الحدود. أنا من يسير السياسة هنا. اطمئن، لا تقلق، سياستنا بعد الآن لن تكون متوترة، بل ستقوم على المصالح المتبادلة. فرحت جدا لسماع هذا أيها الأمير. أود كثيرا جمع ثمار سياسة كهذه. ثمار كهذه لم تنضج بعد، لكنها قريبة. انتظر خبرا مني الآن. الله أكبر.
سادة الكاي الأبطال ونساء الشجاعات وأبناء الفرسان، نحن لن نسقط من عاصفة واحدة، نحن لا نقبل أن نفنى من أول إعصار، نحن لم تنهينا مصيبة واحدة. سنحزن ونذرف الدموع، لكن لن نيأس، وكما علمنا سيدنا أرطغرل فنحن الآن لدينا دعوة. من كان يؤمن بالسيد أرطغرل ويعطي قيمة لكلامه فليعلم جيدا أنه قد استشهد في سبيل الدعوة. ومن كان يؤمن بدعوة الله سبحانه وتعالى فهو يعلم أنه يجب عليه الاستمرار بها، ويعلم أن هذه الدعوة ستبقى إلى يوم القيامة ولن تنتهي أبدا. من يريد منكم أن تطمئن روح سيده الآن فليتحرك وليذهب ويحمل سيفه، لأن الوقت الآن هو وقت الانتقام. العين بالعين، الدم بالدم، الانتقام! الانتقام! الانتقام!